لو سمحت يا فندم من فضلك. الاكل عندكم جميل، تسلم ايديكم. الله يبارك لك. الله يخليك. انا عايزك بقى تفلس بقى الكفته ده. تليفوني رفع اهو يا بيه قدامك. صباع الكفته يا بيه. يا ابن صباع اهو. دي ايه؟ كفته ولا مش كفته؟ كفته. نعمة ربنا ولا مش نعمة ربنا؟ نعمة ربنا. بلدي ولا مش بلدي؟ بلدي. لفها لي يا ابني. بس ما يصحش يا بيه. ما يصحش ايه؟ همشي بس. لف لي الاوردر بتاعي. استنى. امسك. شقتين ملوخيه اعملهم لي مع الكفته. يلا. ما ينفعش يا فندم، ما يصحش. ايه هو اللي ما يصحش؟ انا مش دافع فلوس يا ابني. يبقى اقول له امشي. اعمل لي شقتين ملوخيه وسبع كفته لفهولي عشان بقى شوربه وسلطه وعيش. ما الحاجات دي ببلاش انا عارف. الله يبارك له لحد صبحي. ودي يا بابا يلا. فاشل. ايه هو اللي ما ينفعش؟ يعني انت مش هتفلس بقى الكفته ده؟ طب انا هوريك. انا مني للمدير بتاعي. انت